لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل معكم شرح السلم المنورق في المنطق شيخ الإسلام والأزهر الشريف الشيخ حسن بن درويش القويسني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى قوله: واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر. اللفظ أي اللفظ المستعمل، لأن اللفظ إما مستعمل أو غير مستعمل، وغير المستعمل لا شأن أو لا علاقة بالمنطق، لا علاقة له بالمنطق. واللفظ المستعمل إما طلب، يعني إن أفاد الطلب اضرب، هذه تفيد طلب إيقاع أو وقوع الضرب، ولا تقم، هذه تفيد طلب منع أو النهي عن القيام. أو خبر، يبقى إذن الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته يسمى طلب أو إيه أو إنشاء. أما الذي يحتمل الصدق والخبر فهذا يسمى إيه؟ يسمى الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الايه؟ الخبر او القضيه، كزيد قائم او زيد ليس قائما. واول مبتدا والمسول له اراده التفصيل، يعني كيف ابتدا بنكره مع ان الابتداء لا يكون بالنكره. قال: هناك مسول، يعني سوغ، يعني جعل الابتداء بالنكرة جائزا إذا كانت نكرة موصوفة أو هناك تفصيل إلى غير ذلك. فهناك ما يجوز أو ما يسوغ الابتداء بالنكرة، وهذا له إيه؟ مسوغ، وهو إيه؟ التفصيل. ثلاثة خبر، ستذكر في البيت عقبة، يعني ستأتي في البيت القادم. والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك، كما يفيده قوله: أمر مع استعلاء. يعني هنا قسم طلب الفعل أمر ودعاء والتماس. فإذا أردنا أن نقسم طلب الترك كيف نقول؟ يعني هذا الطلب من الأقسام المذكورة طلب الفعل. طب إذا ما هو الطلب إما أن يكون شيخ محمد إما يكون فعل إما يكون ترك، فهذه أقسام طلب الفعل أمر ودعاء والتماس. إذا أردنا أن نجعلها في الترك ماذا نقول؟ نقول بدل أمر نقول إيه؟ نهي. ودعاء، نعم، هو والتماس أيضا إيه؟ هو يعني إذا كان النهي من متماثلين يسمى أيضا التماس، بس التماس في إيه؟ في طلب ترك. ودعاء هذا عكس ليه؟ النهي، لأن النهي
يكون من الأعلى للإيه؟ للأدنى. أما في العكس يسمى إيه؟ دعاء. أمر وهو أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر رحمه الله: أمر وهو ما دل على طلب الفعل بذاته تضرب مع استعلى، أي مع إظهار الطالب العلو على المطلوب منه. يعني إذا كان هناك ما يدل على طلب الفعل فيسمى إيه؟ أمرا، يعني يطلب الأعلى من الأدنى، يعني يطلب الرئيس من الوزراء، إذن فيسمى طلبه إيه؟ أمرا. إذا كان طلبا للفعل، ويسمى نهيا إذا كان طلبا لإيه؟ للترك. يعني الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك في الثلاثة. فإذا طلب الأعلى من الأدنى شيئا يسمى إيه؟ أمر. وهو ما دل على طلب الفعل بذاته، افعل أو لا تفعل، وأقيم الصلاة أمر. هنا يسمى أمر، لماذا؟ لأنه من الأعلى، من الخالق العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، من الله تبارك وتعالى إلى عباده، فيسمى إيه؟ يسمى أمرا. مع استعلاء، إيه معنى مع استعلاء؟ أي مع إظهار الطالب العلو على المطلوب منه. فإذا أظهر، لما مثلا عندما أطلب الضرب اضرب، فأنا مثلا الآمر الذي هو الطالب، هنا الطالب هو إيه؟ هو الآمر، مع إظهار الطالب يعني الذي طلب حصول الفعل سواء كان الضرب أو القيام أو غير ذلك، فيسمى من طلب حصول الفعل يسمى إيه؟ ها؟ يسمى آمرا. متى يسمى طلبه أمرا؟ مع إظهار العلو. إيه معنى كلمة مع استعلاء؟ يعني لم يقل أمر مع علو، وإنما قال مع استعلاء، يعني إذا أظهرت لك العلو فيسمى طلبي منك أمرا، وإن لم أكن أنا عاليا في نفس الأمر، وإنما أظهرت لك العلو. فهذا هو معنى كلمة استعلاء، يعني أنا بستعلي ولست عاليا. فهمت؟ كما قال إيه فرعون لما قال إيه: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يعني إيه؟ من لما لم يقل من كان عاليا. هو فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولكن طلب من حتى ممن لم يكن عاليا أن يظهر العلو. زي مثلا بقول لك أنت ضعيف، لكن إيه استقوى، إيه معنى؟ يعني اظهر القوة، وأنت إيه؟ وأنت مش قوي. فمعنى استعلى يعني إظهار الإيه؟ العلو، وإن لم يكن هناك علو في الحقيقة. فهمتم؟ ففي هذه الحالة يسمى الطلب أمرا إذا أظهر الطالب فيه العلو. لمين؟ لمن يطلب منه. فالآن عرفتم الفرق بين العلو وبين الإيه؟ يعني إذا كان الطالب مستعليا، أقول لك أنت يا أخي ليه بتستعلي، يعني معناها أنت مش عالي، إنما لو كان هو عاليا لا يحتاج إلى أن يظهر العلو. يبقى من الذي يحتاج إلى أن يظهر العلو؟ سفلة الناس،
يظهر انه هو ايه عالي، وهو ايه زي ما واحد مثلا يمثل عليك الغنى وهو مش غني، او يستعلم وهو مش عالم، او يستعلي ومش هو، وايه او حتى قال تعالى انه لا يحب المستكبرين، يعني ليظهر الكبر وهو ايه ليس كبير. واضح هنا؟ فيبقى اذا كان يسمى امرا مع الاستعلاء يبقى من باب اولى مع العلو الحقيقي. يعني اذا كان عالي هو حقيقة فيه علو يبقى هذا يسمى ايه امر من باب اولى. اذا كان عندما يظهر الاستعلاء يسمى كلامه امرا لانه اشبه من كان عاليا، امر مع امر مع استعلاء وعكسه وضع امر وهو فهمنا مع استعلاء يعني مع اظهار العلو ان لم يكن هناك علو. طب اذا كان هناك علو يبقى هذا من باب اولى، يعني الامر يا اما يكون في علو أو في إظهار للعلو. واضح؟ ما وعكسه أي طلب الفعل لا مع استعلاء بل مع خضوع وإظهار الطالب الانخفاض عن المطلوب منه. يبقى إذن وعكسه يعني طلب الفعل لا مع استعلاء بل مع خضوع وإظهار الطالب الانخفاض، برضو نفس المعنى، يعني إذا أظهر لك الانخفاض والانكسار فهذا يسمى دعاء، يعني كأنه يدعوك حتى ولو لم يكن منخفضا في نفس الأمر، يعني هو بيتواضع. طالما أظهر التواضع وأظهر الانكسار وخفض الجناح يسمى طلبه إيه، سواء كان طلب فعل أو طلب نهي يسمى دعاء. ولهذا لما أنت تقول ارحمني خذ بيدي لا تسلط علي بذنوبي من، هذا كله سمى دعاء، ادعو ربكم. ولا يقال هذا أمر، ليه؟ لأنه صدر من الايه من المنكسر من الخاضع من العبد الذليل. واضح ولا لسه؟ دعاء أي يسمى بذلك في الاستلاء، والطلب في حال التساوي فالتماس لزيادة الفاء في الخبر أي يسمى بذلك عند إظهار الطالب المساواة. لذلك بعض الشعراء كان يقول إيه ما جئت بابك إيه مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع تضرع وثناء. يعني أنا ما جئت إيه أمدح وإنما جئت داعيا، والدعاء معناه طلب من الايه من الادنى الى الايه، ثم اقول له حتى المديح نفسه فيه ايه تضرع وفيه ثناء. والطلب في حال التساوي فالتماس بزياده الفاء في الخبر اي يسمى بذلك عند اظهار الطالب المساواه للمطلوب منه. اما في حال التساوي يعني لو كان متساويا فعلا، يعني اثنين زملاء في فصل واحد وفي سنة أولى في كلية مثلا أصول الدين أو كلية الوافدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلو كنت إيه في نفس السنة مع بعض سنة أولى وسنة أولى بتقول له هات الكتاب أو هات قلم، هذا يسمى إيه التماس. إنما لو كان في سنة تانية أمر هات أعلى منك، واللي في سنة رابعة يبقى إيه ده مع استعلاء ده. فكل ما كان الطالب يبقى قديم في الكلية يظن إنه هو الأستاذ، يظن كده، يبقى في التساوي إيه ها يسمى إيه التماس. فالتماس بزيادة الفاء في الخبر أي يسمى بذلك عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب منه. خلاص كده وقع يعني ثبت، وهذا التقسيم الذي مشى عليه الناظم طريقة لبعضهم. خلاص كده يعني يسمي الأمر مع الاستعلاء والعكس يسميه دعاء،
وفي التساوي يسميه التماس. والراجح تسمية الكل أمرا، لأنه هو الأصل كده في اللغة، الكل اسم أمر سواء كان مع الاستعلاء أو في التساوي أو العكس، لأنه الفعل إيه هو نفسه يدل على إيه، يدل على الطلب. أو الغرض من التقسيم بيان الخبر، لأن المنطقي لا يبحث إلا عن الخبر ولا بحث له عن الطلب بأقسامه. يعني أهل المنطق لا يبحثون في الطلب وإنما يبحثون في الخبر. ليه؟ لأنه هو الذي يحتمل الصدق والإيه والكذب. أقسام اللفظ: خبر وطلب، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، زيد قائد. طلب، وهو ما دل على الطلب، يا إما الفعل يا إما إيه الترك. وشرحنا هذه الأقسام الثلاثة. اقرأ كذا فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. قال المصنف رحمه الله: الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفة جلية. ولما ذكر الكلية والجزئية استطرد فذكر ما يشاركهما في المادة، وهو الكل والكلية والجزء والجزئية. فقال: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. في فرق عندك هذه مصطلحات: الكل والكلية والجزء والجزئية. في الفرق بين الكل وبين الكلية، وبين الجزء وبين الايه الجزئية. فذكر لك أن الكل هو حكمك على المجموع، هذا هو الايه الكل ببساطة. لما بنحكم على المجموع لا على الجميع، فالحكم على الجميع هذا هو الكلية. خلاص كده. ما الفرق بين الحكم على المجموع وبين الحكم على الجميع؟ أنا أشرح لك شرحا مبسطا ثم نقرأ ما في الكتاب، لأن ما في الكتاب هو الأصل، وما نقوله هو الأصل الثاني وليس هو الفرع. ها يلا. يبقى الكل معناه ايه؟ ها طيب، والكلية على الجميع. ايه المثال؟ لما انا احكم كده اقول ايه الطلبة ايه حاضرون، او الطلبة حريصون على العلم، هل هذا حكم على الجميع يعني على كل فرد، ولا حكم على المجموع دون النظر إلى الأفراد؟ فإذا كان الحكم على المجموع من غير ما ننظر إلى الأفراد يسمى إيه؟ هذا هو إيه؟ الكل. أما إذا كان الحكم على جميع الأفراد فهذا هو الكلية. واضح كده؟ يعني حديك مثال من القرآن الكريم. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل كل واحد من الثمانية بيحمل العرش، ولا كلهم في مجموعهم؟ لأن كل واحد منهم لا يستقل بحمل العرش، زي ما نقول كده الكرسي تحمله أربعة أرجل. هل كل رجل تحمل الكرسي منفردة، ولا المجموع؟ المجموع. إنما إذا كان كل واحد منفرد بيحمل الكرسي يبقى هذا هو الجميع. عرفت الفرق بين المجموع وبين الجميع؟ فأنا أقول الطلبة الحمد لله حاضرون، لكن هل كل فرد؟ لما لو أخذنا الغياب حيطلع فيه 10 غيبين أو 20، يبقى هذا حكم على المجموع وليس حكم على الإيه؟ الحكم على الجميع إذا شمل فردا فردا. واضح ولا لسه؟ عرفت الفرق بين الجميع والإيه والمجموع.
الحكم على المجموع ينظر فيه إلى المجموع دون الأفراد، أما الحكم على الجميع يشمل الحكم على كل فرد فرد. شوف كده، الآية بتاع فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع، يعني كل واحد كل فرد حاضر، فإذا هم جميع، فكلمة جميع تشمل كل فرد، واضح كده؟ إنما هات لي كده آية ثانية من الحفظ القرآن، ما فيش طبعا حد حافظ غير أنا، مين؟ مين يجيب المقابل؟ فإذا هم جميع، قال تعالى سيهزم الجمع، مش كلهم، ده المجموع يعني يمكن ثلاثة أربعة يكون مش حاضرين، شوف مش سيهزم الجميع، سيهزم الجمع، يعني حيحصل هزيمة، ممكن هزيمة يقتل ويقتل، في ناس حتنجو أو حتقاتل لكن مش حتهزم، يقول لك أنا ما تهزمتش، ده أنا قاتلت ودفعت، وأنا إنما اتهزم المجموع مش الجميع، فمعنى هزيمة الجمع ممكن يكون في واحدة أو اثنين لم يهزم لكن المجموع هزم، هي فائدة بطولة واحد هيعمل ايه؟ إنما لو قال الجميع يبقى معناها ايه؟ كله ايه؟ هزم، واضح ولا لسه؟ شوف مرة يقول الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر، ها؟ الكل حكمنا على المجموع أي على جملة الأفراد من حيث كونها مجموعة بحيث لا ينتقل فرد منها بالحكم. أيوة لا هي مش لا ينتقل، هات كده مولانا نصلح هنا في مشكلة، حيث لا يستقل حتى في الجديد فوق كل ذي علم عليم، وحيث لا يستقل شفت كده، لكن انت بتقرأه خلاص ينتقل، ما ينتقل منين؟ يستقل، نعم؟ ما لا يصير، ينفع لها وجه؟ هل ينفع نخليها ينتقل ويعني وتبتكر أو تخترع كده معنى يتناسب؟ إلا في حالة واحدة، إذا ضللت على الناس وقلت إنه ينتقل بمعنى يستقل، هذا يعتبر ضلال لغوي، إنه اللغة لا في ليس فيها. كقولنا كل بني تميم يحملون، هو القديم كده يا مولانا، القديم نفس كله ينتقل، هذا إجماع، بس إجماع باطل، بحيث لا يستقل، يعني زي ما نقول كده، شوف كده، كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، يعني هيئتهم المجتمعة من الأفراد، لا كل فرد منهم على حدته، ليه؟ لأنه في بني تميم مرضى، في ناس في المستشفى، في ناس ماتت، في ناس يعني عنده زهايمر، لا عنده مرض الفالج، لا يحمل أصلا، أما ليه معنى كل بني تميم؟ يعني كل جماعة منهم أقوياء يستطيعوا حمل الصخرة، يعني في هيئتهم، يعني إذا اجتمعوا لحمل شيء حملوه، وليس المراد كل فرد يستقل، لا يعني الهيئة المجتمعة، زي ما أقول لك كل أرجل الكرسي تحمل الكرسي، مش كل رجل بتستقل بالحمل، لا الهيئة المجتمعة، زي ما أقول لك كل إطارات السيارة تحمل السيارة، يعني إذا اجتمعت الأربع إطارات وليس كل كل واحدة تحمل بانفرادها، مفهوم كده؟ ومنه
ومنه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني الثمانية يحملون العرش بمجموعهم وليس كل واحد منهم ينفرد بحمل العرش. خلاص، فإنه حكم بالحمل على الهيئة المركبة من كل من الثمانية مجتمعين، لأنه لو الثمانية تفرقوا ما حدش هيحمل العرش، لازم يكونوا الثمانية مع بعض. ما ينفعش إيه كل واحد يحمل في يوم مع بعض. وحملت العرش أربعة، مش ليسوا ثمانية، أربعة، لكن في الآخرة يبقوا ثمانية، لأن الآية تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني في الدنيا أربعة، في الآخرة يبقوا إيه؟ يصيروا إيه؟ ثمانية. فإنه حكم بالحمل على الهيئة المركبة من كل من الثمانين مجتمعين. ليس الفرق يعني هل يشترط في المجموع يعني أيضا فيه آلة الكل، أو فقط كل هذا في آلة الجميع؟ مش فاهم لا يعني كل هذا، يعني مثلا لما نيجي نحمل هذه الطاولة نحملها أربعة، يبقى هنا الهيئة المجتمعة وليس كل واحد من الأربعة حاملا للطاولة، إنما الهيئة المجتمعة حالة الاجتماع، بخلاف كل نفس ذائقة الموت، فليس المراد هنا الحالة الهيئة المجتمعة، إنما المراد الأفراد. يعني افرض احنا ممكن كل نفس ذائقة نذوق الموت كلنا مع بعض موت مرة، لا ده كل فرد فرد، انما في حالة حمل العرش الثمانية مجتمعين، انما في الموت كل واحد بيموت وحده. مش بقول لك كده ايه وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. إذا كان الحكم على كل فرد بقضية كلية، وإنما إذا كان الحكم على الهيئة المجتمعة فهذا هو الكل. أظن وضحنا توضيح شديد، أشد من كده لا يوجد. ومنه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فإنه حكم بالحمل على الهيئة المركبة من كل من الثمانية مجتمعين لا على كل منهم باستقلاله. يعني هل كل واحد باستقلاله يحمل عرش ولا لما يكونوا مع بعض الثمانية؟ هو ده اللي اسمه الحكم على المجموع وليس على الجميع. خلاص، ولذلك مثلا تعالى حديث ايه هيحل لنا مشكلة، حديث مثلا خير القرون قرني، مش كده؟ وبعدين ثم الذين يلونهم ثم الذين، يقول لكم ما الخوارج دول لما كانوا في العصر الأول ده ظهروا أيام سيدنا علي، ده ظهروا في قرن النبوة، كيف يكون هذا خير القرون مع أنه فيه الخوارج وفي الشيعة ظهروا برضه والمعتزلة في القرن الثاني، يعني كل الفرق وكل الشنائع ظهرت في القرون الثلاثة اللي هي موصوفة بالخيرية. في أيام نحن ما فيش، ما ظهرش معتزلة، إن ظهر يبقى امتداد للقديم، يبقى أسوأ ما ظهر في الأمة ظهر في القرون الأولى، مش كده؟ مقتل سيدنا الحسين كان في أي قرن؟ مش كان سنة 61 هجري؟ 61 يعني في القرن الأول، في أفضل القرون الثلاثة مقتل سيدنا الحسين. والحجاج الثقفي كان في أي قرن؟ الأول، مش كده؟ وفي كيف تكون هذه خير القرون؟ فرد تبقى شر القرون. الحكم على المجموع وليس على الجميع، يبقى كده هذه خير القرون في مجموعها وليس في جميعها. واضح الحكم فيها على الايه؟ على المجموع. يلا اشكال هناك يعني في مثال الذي وضحه الامام حسن
انه يعني وضع فيه أداة الكل. فين؟ كله بني تميم. أي. كله بني تميم هذا بمعنى الجميع ليس المجموع. لا لا، ما الكل تستعمل في الاثنين. اثنين. تستعمل في الاثنين. لما اقول لك كل ارجل الكرسي، لجميع ولا مجموع؟ اذا كان العنوان الكل والكليه، وانت اساسا الشيخ محمد سال سؤال انتم لم تفطنوا اليه، ولكنه ايه فطن ففهمناها سليمان. هو بيقول استعمل الكل. ما هو الكل حيستعمل في الكل وفي الكليه، وكيف تعبر في الكليه؟ حتعبر به بكل برضه، كل نفس، وفي الكل تعبر بكل، يعني التعبير فيهما بكل، هنا كل وهنا كل. فمن هنا جاء الالتباس. انما انا لا انظر الى الاداه، وانما انظر الى الحكم. انا انظر الى الايه، الى الاداه وليس الى الايه، انظر الى الحكم وليس الى الاداه، لان الاداه المستعمله فيهما واحده. أقول كل بني تميم، كل الأرجل، كل حملة. بس القرآن ما قالش، ما ممكن يقول لك كده، ممكن يجيبها لك في غير القرآن. أقول كل الثمانية يحملون العرش، ممكن أجيبها وهي موجودة بالقوة لا بالفعل. فليست المشكلة في الأداء، المشكلة في الحكم. يلا. ومثلا مصنف الحكم على المجموع بقوله كل ذاك ليس ذا وقوع. جاب المصنف اللي هو مين؟ مين المصنف؟ اللي هو الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى، وكان رجلا يعني عارفا زاهدا من الصوفية، ولي ورجل من الأولياء، مالكي المذهب، أشعري العقيدة وليس سلفي. ما نفعنا السلفيون بعلم قط. أين العلوم التي تعلمناها منهم إلا التكفير والبدعة وأقسام التوحيد؟ الشهود اللي تعلمنا منه، هل هذا علم؟ علم الجهل خير منه، ده إذا سمي علما. ما الذي تعلمتموه منهم؟ ممكن تتعلم منهم التشبيه والتجسيم، قل له علمني كيف أكون مشبها أو مجسما. يلا. ومثلا مصنف الحكم على المجموع لقوله ككل ذاك ليس ذا وقوع. المصنف جاب لك ايه مثال؟ يعني عاوز يجيب لك مثال هنا للكل ولا للكلية؟ كل. ها؟ الكل اللي هو الحكم على ايه؟ ها؟ فأتى لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذا طبعا جاء كده ككل ذاك ليس ذا وقوع، ده مش هو كلام النبي، إنما هذا النظم يعني اقتضاه النظم، إنما أصل الكلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، يعني الأصل يسلم في إيه؟ في أربعة. فقام ذو اليدين، واحد من الصحابة اسمه ذو اليدين، كان في كده شيء في يده فسمي ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ يعني الأصل أن صلاة العصر أربع ركعات، فهل هي قصرت؟ يعني بقت، يعني جاء تشريع آخر بأن الصلاة الرباعية تصلى اثنين، أم نسيت؟ يعني ظننت أنها أربعة وهي إيه؟ اثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. كل ذلك لم يكن، يعني ما هما أمران، يا إما القصر أو النسيان. فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك، يعني مجموع ذلك، يعني لم يكن القصر والنسيان معا، بل كان أحدهما. يعني كل ذلك لم يكن، يعني لم يكن المجموع، بل كان واحد.
يا إما القصر يا إما الإيه؟ النسيان. لماذا فعل المصنف هذا؟ لأنه لو نفى الاثنين مع بعض، لو خلاها من باب الكلية وليس من باب الكل، يبقى معناها كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ليس صحيحا، سيكون مخالف للواقع. لأنه في الواقع فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فبقول له أقصرت يعني صلى بقت اثنين ولا نسيت؟ قال كل ذلك، يعني لا نسيت ولا قصرت. هذا مخالف للواقع أو لا؟ مخالف. فإذا كان مخالفا للواقع يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكلام غير صحيح، يعني معناه حاشاه، يعني معناه كذب. لأن الكذب هو إيه؟ عدم مطابقة له الواقع. فأراد المصنف رحمه الله من باب حبه وتنزيهه لمقام النبوة أن يحمل هذا أنه من باب الإيه؟ من باب الكل وليس من باب الكلية، فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه كذب وليس فيه مخالفة للواقع. شوف كده يعني ذوق العلماء وأدب أهل العلم. لم يرضى أن يقول هذا من باب الإيه؟ من باب الكلية، يعني معناها أنا لم أنسى ولم تقصر، ما فيش حاجة حصلت، ده كذب. وما احنا صلينا الناس كلها تشهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، احنا صلينا ركعتين. فراح قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي المجموع يبقى كده صادق، ولم يرد نفي الجميع، يعني أراد أن النسيان والقصر لم يكونا معا، يعني ما حصلوش الاثنين، يعني لم يحصل النسيان والقصر، معنى كل ذلك، كل ذلك لم يكن، يعني بعض ذلك قد كان. ما هو الذي كان؟ هو القصر. يبقى إذن تعينت إيه؟ تعينت واحدة، فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صحيح ولا يكون كذبا. يبقى إذن المصنف رضي الله تعالى عنه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن على أنه من الإيه؟ من الكل لا من الكلية، لأنه لو كان من الكلية لكان إيه؟ لكان كذبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. عرفنا هنا إيه؟ أصل الإيه؟ الحديث اللي هو بتاع مين؟ بتاع الصحابي اللي هو اسمه ذو اليدين، لقب به الصحابي المذكور لطول يديه، كان في طول في اليد كده، فكأنه يده ايه طويلة مش عادية، يعني فيها طول زيادة، زي ما في بعض الناس كنا نشوفها فيها ستة أصابع، أصبع زيادة، فممكن لو في أصبع هنا أصبع هنا يبقى ذو الأصبعين، زي ايه ذو اليدين، فكان يده طويلة فسمي ذو اليدين، اليدان هذه وهذه، واسمه الخربق ابن عمرو، يعني ذو اليدين ده لقب وليس اسم، اسمه الخربق ابن عمرو. يبقى الذي دعا المصنف رحمه الله إلى هذا التأويل، يعني إذن الحديث يحتمل أن يكون من باب الكل، وحينئذ يعني معناه نفي الأمرين معا، أو من باب الكلية يعني نفي الأمرين معا، أو من باب الكل يعني نفي أحدهما، يعني في احتمال كده. فالمصنف أول الذي دعا، وهذا التأويل مرجوح وليس راجح، ليس هذا هو الراجح، هذا إيه؟ مرجوح. الذي دعا المصنف إلى هذا التأويل المرجوح وحمل الحديث الشريف على الكل لا على إيه؟ ده غير صواب غير صحيح. بس عرفنا ما الذي دعا المصنف إلى هذا لأجل أن يكون كلام النبي صدقا ولا تكون فيه مخالفة للواقع، فحمله على أنه من باب الكل، يعني نفي المجموع وليس نفي الإيه؟ وعرفنا سبب هذا،
ما الذي دعاه إلى هذا؟ إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك. وقلنا السبب، المصنف أراد ألا يكون في كلامه صلى الله عليه وسلم مخالفة للواقع ونفس الأمر. ولكن ما هو الراجح أو ما هو الصحيح؟ أنه من باب الكل الجميعي، حط كده هات كلام، هات نصحح، الكل الجميعي اللي هو الكلية، لا المجموعي. وإحنا فهمنا الفرق بين الجميع والإيه والمجموع، أي من باب الإيه الكلية لا الكل. كم دليل إحنا جبناهم؟ 4. الآن إحنا اسمحونا يعني بنرد كلام الإيه كلام المصنف، وقلنا له عذره وشديد شدة محبته لرسول الله أنه حمله على أنه المقصود به الكل لا إيه لا الكلية، أو المقصود به المجموع لا الجميع، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأدلة 4. أنه ثبت في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم نفى إيه؟ نفى الكلية ولم ينفي الكل، لأنه لما سئل أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم أقصر، ده نفى الاثنين. إنما كان الشيخ بيقول لك لا، نفي للمجموع يعني الكل لم يحصل ولكن حصل واحد. زي ما أقول لك يا شيخ طلحة أنت سافرت وتزوجت فتقول كل ذلك لم يكن، يعني واحدة بس اللي كان يعني تزوج بس لم يسافر، أو سافر ولم إيه، فكلمة كل ذلك لم يكن يعني معناها الكل ما كانش، إنما كان الإيه البعض. إنما لما يقول لي لم أتزوج ولم أسافر يبقى أراد إيه؟ أراد الكلية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم أقصر، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن لنفي كل واحد لا لنفي المجموع. هذا هو الدليل الأول. طب والدليل الثاني؟ إجابة ذي اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ذو اليدين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ما الحديث لم ينتهي، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين بعض ذلك قد كان. خلاص، ده الدليل الثاني. وهذا الجواب لا يصح لو كان قوله صلى الله عليه وسلم لنفي المجموع، ولو أراد النبي نفي المجموع ذو اليدين لا يقول له بعض ذلك قد كان، لأنه قد تضمنه كلام النبي. يبقى لا يصح أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم نفي المجموع وثبوت البعض، لأن هذا الجواب يقال له إيجاب جزئي، بعض ذلك قد كان. وخذ بالك الإيجاب الجزئي يرفع السلب الكلي، هذه قاعدة في المنطق الجميلة. ما هي القاعدة؟ الإيجاب الجزئي يرفع إيه؟ السلب الكلي. يعني مثلا تعالى كده بنو إسرائيل قالوا إيه؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ده إذا سالب كلية، ما أنزل الله على بشر من شيء سلب كلي، يعني لا أحد من البشر أنزل الله عليه شيء، اسمها دي إيه؟ سالب كلية. جاء الإيجاب الجزئي فنقض السلب الكلي، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهم كأنهم قالوا لا أحد من البشر أنزل الله عليه شيئا، فرد عليهم القرآن الكريم إنه بعض البشر وهو موسى أنزل الله عليه شيء اللي هو الكتاب. إذن فهذا إيجاب جزئي
لأنه ذكر موسى فقط إيجاب جزئي، نقض السلب الكلي. يبقى إذن عندما قال ذو اليدين بعض ذلك قد كان، ده إيجاب ولا سلب؟ إيجاب جزئي، نقض إيه؟ السلب الكلي، كل ذلك لم يكن، يعني لم يكن كل ذلك. ده كم دليل كده؟ اثنين. الثالث، أم الواقعة بعد الاستفهام تكون لطلب تعيين أحد الأمرين لا لطلب حصولهما أو نفيهما، لأن السائل لم يعتقد ثبوتهما معا. وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ليس فيه تعيين، فوجب أن يكون لنفي كل منهما. يعني في السؤال بأم الواقع بعد الاستفهام، يبقى معناها إيه؟ معناها بسألك لتعين لي أحد الأمرين، لا لتثبتهما ولا لتنفيهما. ده أنا بسألك، بقول لك إيه؟ أنت سافرت أم تزوجت؟ يعني أنا أريد، أو سافرت يوم الأربعاء أم الثلاثاء؟ أنا أريد، أنا أعرف إني سافرت وخلاص، بس كل ما عاوز التعيين. يعني أم الواقع بعد الاستفهام يطلب بها تعيين أحد الأمرين، فلا يصح الجواب بنفيهما. أنا أقول لك أقصرت الصلاة أم نسيت، فتقول إما أن تعين القصر وإما أن تعين النسيان، لكن لا يصلح أن تنفي الأمرين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الأمرين معناه أنه من باب الكلية وليس من باب إيه؟ من باب الكل. لسه ما رحناش على الجزئية، احنا في الكل والكلية. خلاص يعني الأفهام وقفت؟ لو كان كده بس مش هينفع نقف في نصف الكلام. الرابع، هناك قاعدة مشهورة أن النفي إذا تأخر عن كل أفاد سلب، أفاد عموم السلب، وإذا تقدم أفاد سلب العموم. في قاعدة كده، لما تجي كل ويجي بعدها نفي هذا يسمى عموم سلب، إنما إذا جاء النفي قبلها يسمى سلب العموم. إذا ما الفرق بين عموم السلب وسلب العموم؟ في عموم السلب تتقدم هو عموم سلب يعني العموم الأول وبعدين النفي، سلب عموم السلب الأول وبعدين النفي. سهل جدا والله. لما أقول كده كل الناس ليس بكاتب، ده إيه؟ عموم سلب، كل الناس ليس بكاتب. إنما لو قلت ليس كل الناس يبقى هذا سلب العموم. يعني إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم اسمه إيه؟ طيب وإذا تأخرت؟ طيب في حاجة تانية، إنه عموم السلب يتسلط العموم على قضية سالبة، إنما سلب العموم يتسلط السلب على قضية كلية. أو ده الفرق بين سلب العموم وعموم. وذلك في بعض الناس مثلا في خطب الجمعة يجي عاوز يعمل إيه؟ عاوز إيه؟ عاوز يسلب العموم، فيروح يعمل إيه؟ يعمم السلب. يعني هو أصل سلب العموم معناه إيه؟ معناه إيجاب جزئي. لما أسلب العموم يبقى أبقي الإيجاب الجزئي. لما أقول ليس كل الناس كاتب يعني معناه بعض الناس كاتب. لما أقول ليس كل الناس أتقياء يبقى معناه فيهم في تقي وفي. لما أقول كل الناس ليسوا أتقياء يبقى هذا اسمه إيه؟ اسمه عموم سلب، يبقى ما فيش ولا واحد تقي. إنما لما أدخل النفي على العموم يعني معناه إيجاب جزئي. هنا ما الذي دخل على الآخر؟ هنا العموم دخل على السلب، كل ذلك لم يكن، فهذا عموم سلب وليس سلب إيه؟
وذلك اختلفوا في كلمة لا إله إلا الله الكلمة المشرفة هل هي من قبيل سلب العموم ولا عموم السلب؟ اختلفوا. الرابع، هناك قاعدة مشهورة أن النفي إذا تأخر عن كل أفاد إيه؟ عموم السلب، وإذا تقدم أفاد سلب العموم، ومعنى عموم السلب شمول النفي لجميع الأفراد، ومعنى سلب العموم شمول النفي لجميع الأفراد أو لمجموعها. وقيل في الجواب عن اللزوم، لما إحنا كده وقعنا في إشكال، إذا أردنا أو إذا قلنا بأن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، إحنا قلنا الآن أصبحت كلية وليس من باب الكل، يعني أصبحت لنفي الأمرين للجميع وليس للمجموع، كما قال مين؟ كما قال الشيخ الأخضري. يبقى وقعنا في إشكال، وهو أنه يلزم من حمل كلامه صلى الله عليه وسلم على أنه المراد به الكلية وليس الكل أن يكون إيه؟ يلزم أن يلزم من ذلك مخالفة خبره صلى الله عليه وسلم للواقع، يعني حيكون الكلام كذب. فما هو الجواب؟ قالوا الجواب أنه قال ذلك بحسب ظنه، يعني غلب على ظنه هذا، وذلك بقرينة المراجعة وسؤاله للشيخين، يعني لما راجع الناس وأثبتوا له صحة كلام ذي اليدين يبقى معناها فعلا الكلام مخالف للواقع، ولكنه لم يكن متعمدا بل قاله بحسب ظنه، يعني يعتبر هذا سهو. وقيل المعتبر في صدق الخبر إنما هو حال المتكلم، يعني في مذهب آخر يقول لك ليس المعتبر في صدق الخبر مطابقة للواقع وإنما حال المتكلم. هي معنى حال المتكلم، يعني إذا غلب هذا على ظنه، كما قال بعضهم لو أن أحدا قال السماء تحتنا والأرض فوقنا وهو يعتقد ذلك أو يغلب على ظنه لكان صادقا، لأنه اعتبر حال ده مذهب أو رأي خلاص. وقيل أيضا بأن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن مجاز عن قوله لم أشعر بشيء منهما، لأن عدم وقوع الشيء يستلزم عدم الشعور به، يعني هو وقع أو كان ولكن النبي لم يشعر به، فكأنه إذا لم يشعر بالشيء يبقى لم يقع. ليه؟ لأنه شوف كده، عدم وقوع الشيء يستلزم عدم الشعور به، وكونه لم يشعر به يستلزم عدم الوقوع، يبقى هو هذا يعتبر مجاز وليس حقيقة، يعني كأنه قال كل ذلك لم يكن، يعني كأنه قال لم أشعر بأنه وقع شيء من ذلك، أنتم اللي تقولوا. شوف كده، يبقى هذا يسمى تعبير مجازي وليس حقيقي، فيكون من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. يعني إيه الملزوم؟ عدم الوقوع، لا، وإيه اللازم؟ الذي أرى عدم الشعور. واضح كده؟ هذا هو تخريج حسن، وكذلك تخريج الشيخ الأخضري أيضا تخريج حسن، وكل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا شيخ. ومثل المصنف الحكم على المجموع بقوله ككون ذاك ليس ذا وقوع، وهو معنى الحديث المروي من قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن حين قال رجل اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت. وكون الحديث من باب الكل يقتضي أن يكون المقصود نفي القصر والنسيان. يعني شوف إيه الفرق، ما الفرق إذا جعلناه من باب الكل أو من باب الكلية؟ إذا كان من باب الكل يعني معناه نفي القصر والنسيان معا،
أما إذا كان من باب الكلية يبقى نفي كل واحد بانفراده. لا نفي كل على حدته، وهذا تأويل مرجوح، والراجح أن المقصود نفي كل من القصد والنسيان على حدته فيكون سلبا كليا. سلب كلي اللي احنا سميناه هي عموم السلب، لأن السؤال بأن عن أحد الأمرين لطلب التعيين، فيكون إما بالتعيين وإما بنفي كل منهما لا بنفي اجتماعهما، لأن السائل لم يعتقد الاجتماع وإنما اعتقد ثبوت واحد منهما، ولأنه قد روي أن ذو كل اللي قلنا ذا أن ذا اليدين قال له بل بعض ذلك قد كان، وهذا إنما يناقض نفي كل منهما لا نفي اجتماعهما، لما تقرر من أن الموجبة الجزئية إنما تناقض السالبة الكلية، ولأن القاعدة الغالبة أن كل إذا تقدمت على النفي كان الكلام من عموم السلب، وكل متقدمة هنا في كل ذلك لم يكن، فيكون السلب عاما لكل فرد بحسب الظن لا بحسب الواقع، فلا كذب، يعني ما فيش كذب. ليه؟ لأنه قال بحسب الظن وليس بحسب الواقع، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ولذلك ممكن يكون هذا خطأ بغلبة الظن. ليه؟ لأنه سيدنا سعد لما قال إيه اليوم يوم الإيه في فتح مكة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة أو تستحل الحرمة، هذا قاله بحسب ظنه فيعتبر خطأ، فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد. ما معنى كذب؟ يعني أخطأ. فالعرب تسمي الـ 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 تسمي أو تعبر عن الخطأ بالكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد لم يخبر بشيء خلاف الواقع حتى يكون كذابا، وإنما أخبر بما إيه يعتقده أو بما إيه أو بما يظنه، خلاص. ولذلك هل تتعدد صور الصدق كما تتعدد صور الكذب؟ فيه البعض قال والله الصدق ده ليه صورة واحدة فقط، أما الكذب ليه ثلاث صور، وفي البعض قال لا الصدق ليه ثلاث صور والكذب ليه ثلاث صور، فتكون الصور ستة. ليه؟ أولا كيف تكون صور الصدق والكذب ستة؟ يعني مثلا ما هو المعيار الذي نقيس به الصدق والكذب؟ الصدق ده هل هو يعني لما أقول لك مثلا هذا ماء، هذا إيه ماء، ويكون في الواقع هو ماء، يبقى في الحالة دي ايه ها يبقى ده صدق، مش كده؟ افرض ده سفن اب، ما هو شكله زي الماء، انت مش عارف، انت لا تعرف انه سفن اب الا اذا ايه الا اذا شربت، وعمرك ما هتشرب لو كان سفن اب، لما هو ايه ماء. فلو انا قلت السفن اب ده ما هو شكل واحد الا اذا كان واحد يعني مثلا يعني عنده خبرة عالية طبعا في المشروبات، لكن هو لو شفته من بعيد واحد. ده احنا كنا في بلادكم عند ماليزيا وكانوا يجيبونا البيبسي ويطلع شاي، عارف البيبسي ده هو شاي معمول مخصوص كده وهو ايه بيبسي، يعني وجود شفته كده انت ولا ما شفته؟ كنا نطلب شاي فيجيبونا بيبسي في الزجاجات بيبسي، وهو اصلا عندهم شاي وعندنا احنا ايه بيبسي، لان الصوره واحده واتوا به ايه متشابها، هم يعبؤون الشاي في زجاجات مثل زجاجات الكوكولا او البيبسي ويشربون على انها شاي وهو شاي فعلا، لكن انا اذا رايت هذه الزجاجه انا لا ليس معروفا في بلادنا اعتقد ماذا؟ انا اعرف الشاي هو هذا مثل هذا او اسود وكذا، انما الثاني في زجاجات زي البيبسي
يبقى أنا لو قلت إنه بيبسي يبقى أنا بحسب اعتقادي وظني أنا إيه صادق، ولكن هو في الحقيقة في نفس الأمر هو ليس بإيه، ليس بشاي وإنما هو بيبسي، أي ليس ببيبسي وإنما هو إيه شاي. يبقى الآن ما هو معيار الصدق؟ هل مطابقة الاعتقاد ولا مطابقة الواقع؟ طبعا أهل السنة الجمهور كده، ما خد بالك الجمهور قالوا إيه المعيار؟ إنه طابق الواقع. عندك كتاب قلت كتاب كنت صادق، لأنه هو كتاب أخبرت أنه كتاب وهو في الواقع كتاب، وقلت هذا هو كتاب السلم. أما إذا قلت هذا كتاب نحو أو كتاب بلاغة أو كتاب فقه يبقى كلامك كذب ولو كنت إيه تعتقد ذلك. أما غير الجمهور قال لا، احنا نقول يعني البعض كده قال كده الصدق هو مطابقة الجمهور ومطابقة الخبر للواقع، وبعض قال لا لمطابقة الخبر للاعتقاد وليس للواقع، زي ما يقول الشيخ محمد ده رجل ولي صالح يتبرك به ويتوسل به إلى الله، أنا أعتقد ذلك، لكن هو في الواقع مثلا يعني من الخوارج. يبقى أنا أقول به بحسب اعتقادي، يبقى أنا صادق لأني ما قلت ما نافقت وما كذبت، لكن الله أعلم به. يبقى كده. وفي البعض قال لا، لازم يكون يوافق الاثنين، يوافق الاعتقاد ويوافق الواقع، لا يكون صدق إلا إذا وافقهما. يبقى إذن شوف كده، إذا أخذنا بالرأي الأول أن الصدق إذا مطابقة الخبر للواقع، يبقى معناها المعيار واحد، أن ما طابق الواقع هو الصدق، أما ما لم يطابق الواقع كذب حتى لو طابق الاعتقاد أو لم يصحبه اعتقاد أصلا، ويسموه الخبر الساذج، يعني لا معتقد ولا حواب، يقول كذا على عواهنه الكلام. يبقى كده في كم صورة دلوقتي عندنا؟ ثلاثة، ما يطابق الواقع شوف كده، والاعتقاد يبقى ده صدق باتفاق إذا طابق الاثنين، صدق باتفاق. أما إذا طابق الواقع وخالف الاعتقاد عند الجمهور صدق، أما عند من يشترط الأمرين يبقى هذا كذب وإن كان مطابق للواقع. طيب والذي والخبر الذي لم يصحبه الخبر الساذج، المقياس فيه الواقع، والكذب كذلك. ولذلك تجد مثلا يعني في كذب ليس لأنه احنا قلنا إذا خالف الواقع عند الجمهور، وفي البعض يقول لك لا لازم يوافق الاعتقاد، فإذا خالف الاثنين يبقى ده كذب باتفاق، وإذا خالف الاعتقاد يبقى كذب عند غير الجمهور. خلاص كده. طيب وإذا لم يكن معه اعتقاد أصلا يبقى عند الجمهور كذب وعند غيرهم ليس بكذب، فتكون الصورة على بعضها كم صورة؟ ستة. ولذلك تجد مثلا في آية في القرآن تحيرك كده، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف والواقع يؤكد صحة خبرهم؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، هل هو في الواقع رسول الله ولا لا؟ في الواقع رسول. طب لماذا قال الله إنهم لكاذبون؟ مع هنا احنا قلنا الواقع، يبقى كأن القرآن هنا بيؤيد رأي المعتزلة، أن المعتزلة جعلوا الصدق هو مطابقة الخبر للاعتقاد مش للواقع. يبقى هنا الله تعالى يكذبهم لأن هذا يخالف اعتقادهم وليس يخالف الواقع. واضح كده؟ ولكن لو تأملت تجد الحق مع أهل السنة. ليه؟ لأن الله عندما قال إنهم لكاذبون ليس ليس لمخالفة الاعتقاد، وإنما لمخالفة الواقع في قولهم نشهد، لأن الشهادة نطق باللسان يطابق القلب، وهذا في الواقع لا يطابق فسمي كذب. واضح كده؟ أذن شرحنا لكم اللي المسألة كاملة.
القاعدة الغالبة أن كلا إذا تقدمت على النفي كان الكلام لعموم السلب، وكل متقدمة هنا في كل ذلك لم يكن، فيكون السلب عاما لكل فرد بحسب الظن لا بحسب الواقع، فلا كذب. فلا كذب يعني بحسب الظن. وحينئذ تمثيل المصنف للكل بهذا المثال غير صحيح. غير صحيح. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، وحيثما لكل أي على كل فرد حكم فإن الحكم أو القضية وذكر فإنه أي الحكم أو القضية وذكر الضمير لتأولها بالقول كلية قد علم نحو كل نفس ذائقة الموت. فالحكم هنا من باب الكل ولا الكلية؟ الكلية. خلاص. ولا إله إلا الله، فهذا الحكم فيها يعني في لا إله إلا الله ليس من باب الكل وإنما من باب الإيه؟ الكلية، لأنها تنفي الألوهية عن كل الأفراد سوى مين؟ سوى فرد واحد. والحكم للبعض هو الإيه؟ الجزئية، والجزء معرفته جلية. يعني سهلة جدا، لو كان الحكم على البعض أقول لك بعض الناس عالم، بعض الناس كاتب، هذا يسمى إيه؟ جزئية، ما واضح جلي. بعض الإنسان كاتب وليس بعض الإنسان بكاتب، والجزء معرفته جلي عند ظاهرة، لأن الجزء يقابل الكل أي ظاهرة، فهو ما تركب منه ومن غيره كل. تعريف الجزء ما تركب منه ومن غيره كل، كالحيوان فهو جزء بالنسبة للإنسان لتركبه منه ومن الناطق، فنقول كده الإنسان حيوان ناطق، فيكون جزء التعريف حيوان والجزء الآخر ناطق، فهذا هو الجزء. يبقى إذن الإنسان كله مركب من جزئين، الناطق والحيوان، ويسمى ذلك جزءا طبيعيا. وكالسقف بالنسبة إلى البيت لتركبه منه ومن الجدران، فالسقف جزء والجدران جزء، ويسمى ذلك جزءا ماديا. يبقى في جزء طبيعي وفي جزء مادي، المادي زي السقف والجدران، أما الطبيعي زي الحيوان وإيه والنار. ثم في جدول في آخر الصفحة فيه الفروق بين الكل والكل والكلية والإيه والجزئية، يعني الفرق بين الكل والكل وبين الكلية والجزئية. والله تعالى أعلم. وحنقف عند فصل في الإيه في المعرفات. اللهم صل أفضل صلاة، خذ هذا لك، سيدنا محمد وعلى